بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم، عملية الخليل النوعية وتطور عمليات المقاومة، ضربة جديدة في قلب الاحتلال المتآكل نحو جاهزية كل فلسطين للمقاومة، مع رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.